متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم معكم في الحلقة الثانية من برنامج الأسئلة الدينية. الأسئلة ديال اليوم: متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي يلقب بأمير المؤمنين؟ اللي جاوب على جوج الأسئلة غياخذ هذه الهدية، واللي هي مهدات من جمعيتنا سائم الخير، واللي كتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. تابعوا معنا هذه الحلقة لمعرفة التفاصيل. السلام عليكم. كيف مزيان؟ بخير. تشارك معنا في المسابقة؟ ربحتي واحد؟ ما ربحتيش واحد. شي واحد. مزيانة؟ نبدا. عرفنا عليك. اسمي يحيى. مشرفين في طنجة طبعا. طنجة نعم. في بلاية. كتكون هنا؟ كتكون هنا. شحال واتساب وانت؟ أنا عطيك أسئلة، إذا جاوبتها تربح معنا هدية، ما جاوبتيش هاني وبكل روح رياضية. صافي. السؤال الأول. هل أنت مستعد؟ السؤال الأول. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يخاف عاوشي أتوقريتها في التربية الإسلامية. واخا متى توفي؟ إسلام ما عندي شي مع أخا. عندك شي مع الإسلام؟ ماشي معنا ولا؟ ماشي معنا؟ لا معاكم ولكن ما كانصو معك. ما عندك شي مع الإسلام؟ عندي مع الإسلام ولكن عندك شي للدين أخا. واخا شنو شخصك مثلا على الكرة؟ كرة. الله يمسولك رمضان. عرفنا عليك. ريحاب. ريحاب. طنجاوية. طنجاوية. قريت التربية الإسلامية شويش. شوية. غنسولك فوقاش تزاد النبي صلى الله عليه وسلم. ناقل باش نكون واقعيين. ناقل. يا ناقل. واخا النبي صلى الله عليه وسلم فوقاش تزاد؟ في رابع الثاني. الأول؟ واحد فيهم. رابع الأول الثاني. رابع الثاني. I think so. متأكدة. الرابع الأول الثاني. المهم في الرابع. مزيانة، ولكن الرابع الأول ولا الرابع الثاني؟ الرابع الأول. الجواب صحيح. مزيانة. نزيدك سؤال واحد. من الذي لقب بأمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين محمد. محمد صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين. أمين. الأمير. أمير المؤمنين. رسول صحابي. صحابي. عمر بن الخطاب. أرى لك كاز. الله أصدق مؤمنة. هذه هدية، هدية رمزية فيها قرآن وكتاب، كانت منها زعما تكون تقراها. ضروري. شكرا جزيلا على المشاركة، بارك الله فيك. عرفنا عليك. نسيمة جابر دو طونجي 19 عام. طنجاوية. مزيان. عندك مع التربية الإسلامية؟ شوية، المهم الدين ديالنا ضروري نكونوا عارفينه. تبارك الله عليك. أنا أسئلة اليوم جوج، إذا جاوبت اليوم غتربح كادر. فوقاش النبي صلى الله عليه وسلم تزاد؟ تزاد في ربيع الأول. شهر ربيع الأول. قبل الميلاد. هذه لا، ولكن الأهمية هي في ربيع الأول. ربيع الأول. واخا من الذي لقب بأمير المؤمنين؟ عمر. شحال كتجيب في التربية الإسلامية؟ بيني وبينهم من أيام الباك، من أيام السيزيام. تبارك الله عليك، أرنا الهدية. هذه هدية فيها قرآن وكتاب مزيون، هيعجبك. المهم هدية مزيونة ومتواضعة، أجمل شيء هو القرآن. شكرا بزاف. أحسن هدية هي تدير واحد القرآن ولا تحفظوا شي آية ولا شي حاجة، وكنحفز دوا خدام والناس كيحفظوا بيسامي غير باش يجيبوا واحد لانوط، يعني ضروري خاصهم يكونوا عارفين مبادئ الدين ديالنا علاش كيقوموا، وخا تكون ماشي نقولوا زعما باش تكون عندك ثقافة عامة، ولكن باش يكونوا كيعرفوا الأساسية ديال الدين وديال الإسلام كيفاش كيدوروا عليه. تبارك الله عليك، شكرا جزيلا. ماشي مشكل. غتقول لنا شي حاجة؟ وي المهم بالنسبة للكونسيبت اللي عندكم زوين تبارك الله، كتهضروا على الدين الإسلامي، حاجة اللي كنا نسينا يعني كتفكرونا بها، يعني هما معلومات كنا كنقراو مثلا في ابتدائي إعدادي، ولكن كتزيدوا تقربونا. دابا حنا واخا كنقراو مثلا دروس تربية إسلامية، ولكن ما كنركزوش وي ما كنركزوش على داكشي، داكشي كان في ابتدائي في إعدادي، ولكن دابا في الثانوي يعني عندنا دروس من غير راك عارف فوقاش زاد الرسول فوقاش هادي داكشي زعما ولا قديم. المهم عندكم كونسيبت تبارك الله عليك. تبارك الله عليك، شكرا. تبارك الله عليكم. بارك الله فيك، الله ينورك، شكرا على المشاركة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد.
وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.